انتشر الراب بشكل كبير حيث أصبح جزءا أصيل من شباب هذا اليوم العظيم يستخدمونه للتعبير عن التغيير. انتشر الراب بشكل كبير حيث أصبح جزءا أصيل من شباب هذا اليوم العظيم يستخدمونه للتعبير عن التغيير. أفكار أخبار للجمهورية بتابع المصري اليوم بعد الثورة خد الدافع لتغيير الدستور المرقع ما بقاش نافع دلوقتي بقولها وبعيد وسوق مصرية وافتخر والصحة كلها فيا عصرية لأني أنثى من مواليد اسكندرية ضحية كل اللي سمع جنسيتي واستهتر بيا شوف اللي سمع جنسيتي واستهزى وقال لك البنت دي عربية. 25 يناير اجتمع شعب كامل عشان يقوم بثورة ضد نظام مستبد وخائن فاللي حصل إني صوتي وصوتك وصل فجر القيود على المفسر وهو اللي خسر. ارفع لفوق ايدك يا مصري راسك لفوق للسما يا مصري رأيك مسموع قلبك موجوع بس النصر النصر اللي موجود كده على علم بلدي. انتشر الراب بشكل كبير حيث أصبح جزءا أصيل من شباب هذا اليوم العظيم يستخدمونه للتعبير عن التغيير. انتشر الراب بشكل كبير حيث أصبح جزءا أصيل من شباب هذا اليوم العظيم يستخدمونه للتعبير عن التغيير. ثورة أحب أعرفك معنى الكلمة يعني الأحباط والفقر هو اللي حاكمنا طلع عنا زادت مشاكلنا فقلنا نحارب فحاربنا عشان تفهم كل سطر لازم ترجع لورا بتساعد بناء الهرم أصول الحكم يعني يلا جد هد شد قوم الكلام ملوش لزوم والفعل منك هو المطلوب هو المقبول. الباطن قطع الظهر مستلزم الظهر للباطن كلها مظاهر بتتظهر للكامل أمن الفشل الباطن قانون طوارئ أطلق على شهداء الحرية فالشعب يريد إسقاط فأسقط النظام الساقط من غير ما نتفاوض حررنا البلطجية. الشعب المصري عليه الآن بلادنا الشعبية 100% قاومنا وحسبناها طلع شبانا ورجالتنا قد المسؤولية. انتشر الراب بشكل كبير حيث أصبح جزءا أصيل من شباب هذا اليوم العظيم يستخدمونه للتعبير عن التغيير. انتشر الراب بشكل كبير حيث أصبح جزءا أصيل من شباب هذا اليوم العظيم يستخدمونه للتعبير عن التغيير. انتشر الراب بشكل كبير حيث أصبح جزءا أصيل من شباب هذا اليوم العظيم يستخدمونه للتعبير عن التغيير. انتشر الراب بشكل كبير حيث أصبح جزءا أصيل من شباب هذا اليوم العظيم يستخدمونه للتعبير عن التغيير.